وكان تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عنوان المرحلة القادمة، وهو ما انعكس في رسالة التبليغ التي وجهها لرئيس الحكومة الجديدة والتي حددت معالم العمل الحكومي القادم. أي مرحلة بالنسبة لأي حكومة بادئة لازم تحدد أولوياتها وتحددها انطلاقا من الوضعية القائمة حسب التشخيصات اللي قامت بها. وهون ذكر بلدنا في أبريل الماضي عند قيام المؤسسات الدستورية الحالية كان وضعية صعبة من ناحية سياسية، فيها التجاذبات الكثيرة اللي خلقت في إطار المرحلة الانتقالية، وبها أيضا الرواسب الكبيرة اللي ناتجة عن الأنظمة الماضية من خلال إقصاء جماعات وأحزاب سياسية من المشاركة في المشهد السياسي. إذا كان الرئيس يريد التغيير لابد أن يغير الرسائل ويغير العقليات ويغير الوسائل. كما قلت سابقا، الآلة الفاسدة لا يمكن أن تعبد لها شيئا صالحا. Nous avons connu des élections que l'opinion nationale et internationale. قد عشنا انتخابات وصفها الرأي العام الوطني والدولي بالشفافية وبوضعية متميزة حدثت في موريتانيا. كان لدينا وضعية يؤسف لها على كل الصعود. لقد تمخض عن الانتخابات الرئاسية انتخاب رئيس الجمهورية في شخص السيد سيد محمد الشيخ عبد الله. وأود الإشارة إلى أن برنامج الرئيس يلتقي في عدة نقاط مع برامج المرشحين الآخرين، وذلك بسبب وجود إجماع وطني حول القضايا الأساسية التي تواجه البلاد. وكان من الطبيعي أن تتشابه كل البرامج ويعبر كل مرشح عن نفس الاهتمامات. الأولويات بالنسبة للسنة حسب ذهننا في العهد الوطني للديمقراطية والتنمية أنها كانت أساسا مسألتين: واحدة إرساء الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير على مستوى البلد، وثانيا توطيد الوحدة الوطنية من خلال رفع الموالم عن الفئات الاجتماعية كاملة اللي كانت تتأثر بالمراحل الماضية، وهذه كانت أولويات أساسية. ونعتبر على العموم أن هذه الأولويات تحققت في مرحلة السنة. شخصيا أرى أن الحصيلة في مجملها كان من الممكن أن تكون أفضل، وكما قلت الواقع ويجعل هذه الحصيلة نتيجة للظروف التي اكتنفتها. الحكومة الحالية حكومة ملفقة، أنا أقول أنها مرقعة، تبعيات كتلها لأشخاص معينين يحمون حتى في حالة عدم الانضباط. في هذه الحالة اللي تبعية الوزير وتبعية المدير لشخص وليست للدولة وسيادتها وعالمها، في هذه الحالة ما ننتظر كثير من هذه الطواقم مع الأسف. رئيس الجمهورية سن تشاور فعلي مع جميع الفاعلين السياسيين حتى أن وصلنا لوضعية غير طبيعية. الأغلبية الرئاسية تعتبر أن التشاور مع المعارضة كان أكثر منها، وهذا طبيعة الحال مسألة ما هي حقيقية، إلا أن ما متعودين أن رئيس الجمهورية يشاور بشكل مستمر مع أقطاب المعارضة، وهذا التشاور كان فعلي وكان دوري وكان صريح ونزيه.